السلام عليكم. احنا مواطن حر من ولاية عليزان، ممثل الحراك الشعبي. اليوم بين ساندو اخواننا الاعلاميين الصحفيين التابعين لقناة الشور جزائر نيوز. جزائر نيوز خبر اللي جانا في ذي اليومين الاخيرة، خبر مؤسف ومؤلم جدا لهذه الصحافة والإعلاميين. اليوم احنا كمواطن حر وكممثل حراك بولاية غليزان نساندو إخواننا الصحفيين، نطلب من هذه القناة الجزائر نيوز باهي يوقفوا مع هذا الصحفيين وما يسمحوش فيهم، راهي نسبة كبيرة بالبزاف وما عندهمش لا كما يقولوا لا خرجهم، ما عندهمش وين يروحوا، ما عندهمش وين، لازم يدوا الحقوق تاعهم ولا يقعدوا في المنصب هذا، منصب الإعلام. اليوم احنا كشعب وكممثلين في الحراك الشعبي رانا كامل خارج وداخل الوطن متضامنين مع إخواننا الصحفيون، نقولوا نطلب من المسؤولين لهذه القناة زير نيوز باه يوقفوا معهم.